حضرتك كاستشاري الامراض النفسيه، ايه بقى النصائح العامه اللي نقولها للناس بحيث ان هم يبقوا يعني مراقبين نفسهم طول الوقت، ان هم يحطوا نفسهم في وضع حاله توازن داخلي؟ يعني احنا بقدر الامكان المفروض ما نبالغش في اي حاجه، لا في الحزن ولا في الفرح، لان زي ما حضرتك قلتي ان عندنا متلازمه اسمها اعتلال تاكوتسوبو او متلازمه القلب المنكسر، ان الواحد لما يبقى حزين ممكن تجيله نفس اعراض الازمه القلبيه وبالتالي تؤدي للوفاه. لقينا ان الوجه الاخر لمتلازمه تاكوتسوبو او القلب المنكسر هي متلازمه القلب السعيد، ان الواحد لما بيبالغ في الفرح قوي بيجيله تضخم في البطون الايسر، صعوبه في التنفس، الم شديد في الصدر، عدم انتظام ضربات القلب، الادرينالين يعني يزيد افرازه شويه، كل ده بيعمل حمله على القلب، يعني بيؤثر على كفاءه عضله القلب ما بيخلاش تقوم بعملها ووظائفها بصوره منتظمه. بالمناسبه الاجهاد الناتج عن الفرح، ان الواحد لما بيبقى فرحان يطلع وينزل ويبالغ قوي في السعاده وفي التعبير الحركي عنها، الاجهاد ده ممكن برضه يؤدي للقلب وبالتالي بيؤدي للوفاه. النصايح اللي بننصحها دايما بنقول اولا للرجاله قبل السيدات. ليه بنقول للرجاله؟ لان متلازمه القلب السعيد متلازمه ذكوريه بيصاب بيها الرجاله اكثر من السيدات، عكس متلازمه القلب المنكسر. عشان احنا دايما مش سعداء يا فندم، الستات قلبهم مكسور على طول. أيوة. يعني الوجدان عندهم عالي شويه وبالتالي عندهم حساسيه مفرطه، والريسبونس او الاستقبال بتاع الصدمات بيكون تاثيره اشد عمق عليهم، فمتلازمه القلب المنكسر بيصاب بيها السيدات اكتر، انما متلازمه القلب السعيد بيصاب بيها الرجاله اكتر. وبالمناسبه احتماليه حدوث الاصابه بتبقى 1 من كل 20 راجل، ودايما بننصح كبار السن خلي بالكم ما تفرحش قوي، الناس اللي عندها مزاج متقلب ما تفرحش قوي، الناس اللي عندها تاريخ في امراض القلب والضغط والسكر برضه ما تسعدوش قوي، يبقى في ثبات انفعالي، يبقى في توازن في ردود الافعال، اي انفعال بقابله انا اللي بقوده مش بسيب الانفعال هو اللي يقودني. زي ما حضرتك قلتي كل ما كان الواحد عنده تامل واسترخاء وتداعي حر للافكار ومتصالح مع النفس وبيسمع موسيقى وبيلعب رياضه والابتسامه دايما على وشه وطبيعي لما بيخش اي مكان الناس بتحبه وهو بيحبهم. طب يا فندم احنا ازاي هنحافظ على ثباتنا الانفعالي ده في المواقف الكبيره؟ يعني مثلا لو في حزن شديد او سعاده شديده هنعمل التوازن ده ازاي ساعتها، خصوصا الخبر بيجي فجاه؟ بص حضرتك دايما في حاجات ثابته للثبات الانفعالي، يعني بقول فسيولوجيا الانسان لازم لو عنده جيوب انفيه يتعالج منها، عنده نقص فيتامين دي يحاول يزود فيتامين دي ويمشي في شمس النهار كده شويه، عنده نقص في الحديد يحاول ياخد حديد في جسمه كتير، دي كلها امور بتؤثر على ثباتك الانفعالي، امور فسيولوجيه. حيدنا الامور الفسيولوجيه شويه حاجات بسيطه بنقولها للناس، لازم تشرب ميه كتير، احنا عندنا مشكلتنا الشعب المصري اقل شعوب العالم شربا للميه، كل ما شربنا ميه كتير كل ما اعصابنا هاديه، ونحاول بقدر الامكان بمعدل كل ساعتين نغسل وشنا بالميه، لان حتى حديث الرسول لما قال الوضوء يطفئ نار الغضب، لقينا ان اكثر مكان في جسم الانسان مشبع بملايين الخلايا العصبيه المسؤوله عن التوتر والثبات الانفعالي موجود في الوش، فمهم جدا نمسح بالميه على وشنا كده بمعدل كل ساعتين. وثقافة الشرب والمشروبات والغذاء لازم تتغير، احنا في الصيف اهو، يعني مش لازم يعني شاي وقهوة، خلينا مرة نشرب ليمون، مرة نشرب نعناع، مرة نشرب ينسون، مرة نشرب عناب، الأمور دي كلها الحاجات اللي هي المشروبات دي بتهدي الإنسان وبتخلي أعصابه هادية. وبعدين الناس اللي في وسط العمر زينا لما يبصوا للي فات من حياتهم بيلاقوا الحلو عدى والوحش برضه عدى، يعني الحياه عامله زي البحر، موجه رايحه وموجه جايه ولكن احنا عايشين في النص، فبالتالي المفروض ما نبالغش قوي في اي فرح بيجي لنا، ولا نقنط ونيأس ونحزن قوي في الاخبار الوحشه والمسيئه والاحزان اللي بتنتابنا، الانسان لازم يكون وسطي في انفعالاته بقدر الامكان، يستمتع باللي موجود، ما يمنيش نفسه باللي مفقود، ما يحزنش على اللي راح ويشتغل على نفسه قوي في سبيل اللي جاي. يعني يا فندم احنا خلاص اتاكدنا ان مقوله انا قلبي هيقف من الفرحه دي مقوله صحيحه، ولما الناس تفرح تقول لك اللهم اجعله خير. بالظبط كده، يعني احنا لازم نبقى متزنين. دكتور وليد هندي استشاري الامراض النفسيه، بنشكرك شكرا جزيلا.